يا ولا انت وهو العب بعيد. والله لو الكره دي جت ناحيتي لقطعها لكم نتائج على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا، جت كل قرف. السلام والرحمه يا خالتي موسوكا، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي، عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن، قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ دبيب وجوز الهند وزداني يستاهل بقك. متعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواف؟ تعبك راحه يا خالتي. والله والله وحشتني القعده معاكي والنم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه تنمي على مين يا بنتي؟ على كوريا؟ كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي. امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. جمالات؟ اسم الله عليك، اسم الله يا اختي. عاوزاني انمي معاكي على جمالات بطبق رز بلبن؟ لا يا حبيبتي، مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. اه والله والله ما يغلو عليكي يا مسوكة، ده انت حبيبتي، ده انت الغاليه. بس بجد بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي، مالها؟ مترمله يا عيني. اه البت صغيره وزي القمر بس مترمله، جوزوها راجل من الخلايجه كبير في السن، اه ومقرش ومعاها فلوس، بس يا عيني اتفرهد منها ومات. اه ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت، طردوها طردت الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش، هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردت الكلاب كده هو. طب ومالها يا اختي من ساعه ما طلعت يعني لا حس ولا خبر؟ الله، لكون مستكبره وشايفه نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنه يا اختي. انا ما اعرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بنتي البت ده اهي سهناي. اه والله سهنه كده اهوت، وتحس انها ما تريحكيش، زي ما يكون عندها حاجه كده اهوت مدفونه جواها. اه والله. لا 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 لا، حاجه مدفونه عليك انت برضو يا موسوكا. اهو انت كده لا تبقي خالتي ولا اعرفك. وحياه مقاصيصي دول، لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله. ده انا ما بقاش ام موسوكا يا بنت. تخرج تقعد، انا ماليش فيه. انا اللي عايز اعرفه دلوقتي اللي بينك وبينها ولا ابراهيم. كتفي وجعني قوي يا كوري، الواد غزال. سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا، اللي بينك وبين نوال. نوال ايه ونيلة ايه؟ نوال ايه ونيلة ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوريا. وانا هيما حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكة دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشروع حاضر يا كريم. ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ انت شفتش عملت ايه؟ شفت شفت، انا لا شفت ولا حسيت. يا كوريا ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني. يا كوريا انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بت يا هبله، ده شغل حريم، دي بتعمل كده عشان ارشم الحيطه، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقط. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحالك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، ها بموتها يا كبدك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه طلع بمراقبه التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيروح يشرب ويروح شقه مشبوه يا باشا. وانا مالي بيه؟ انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم، واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا، طلع فايبريشن. مزه مزه. يلا يا سندس. شفتي يا اختي البيت ماشية ولابسة وبتترقص زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقرة. اقطع دراعي من هنا، المكان ورا البت دي ان، بس انا بقى مسير اعرفها. ايه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله؟ عم بمية دينا اسمعيني كويس، من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبة. لا طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم انتي تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبه، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون، فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي، والتاني هيبقى معايا، والتالت هتوديه لهايدي وبنفس الطريقه اللي رحت لها بيها المره اللي فاتت، هتخرجي بالنقاب من اي حته وتروحي لها وتدي لها تليفون، وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده،
وما تتصلش بأي حد غيري أنا أو أنتي وفقط. نادر يعني كل التليفونات متراقبة؟ يعني كلها يعني أنا كمان متراقبة؟ أيوة دينا، بقولك كل مكالماتك متراقبة. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجة على التليفون تخلي بالك. دينا فاكرة المحل أيوة اللي كنا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. هو انا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سيرة عن الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسف. لا 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 خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. مسوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ خرجوا راحوا فين؟ دي واحدة ما تفهمش حاجة والتاني ما تعرفش حاجة في المنطقة، ما تتخيرش عنها، هيكون روحوا فين يعني؟ واحنا شعرفنا يا اختي، هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع موسوكة دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، معرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجة مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كده هوت، لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عاتب عاتب على فكرة اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحارة المصرية الجدعان. يلا اقعد يا ابن المفكوك، منك ليه من هنا؟ مش معقول يا كوريا. انتي انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيت يلمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي.